السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا فيه، وهنكمل التواصل مع بعض في المشاركة في الأعمال اليدوية في الفن والطهي اللي هو المطبخ بشكل عام. النهاردة هنعمل عمل جديد برضو، حفر على الخشب إن شاء الله، وهو عازف الترومبيت. هنكون مع بعض وهنشوف الخطوات مع بعض. طبعا أنا بشكر شكرا جزيلا لكل من اشترك في القناة وكل من دعمني في الفيديو او العمل الفني السابق اللي هو قناعي ملك توت عنخ امون، بفكر حضراتكم بيه. انا بشكر شكرا جزيلا لكل من اشترك، بشكر شكرا جزيلا لكل من دعمني على القناة سواء باللايك او كتاب التعليق او عمل شير للفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تابعوني على قناة نكور ميكس، وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصل لحضراتكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا احلى لايك. تعالوا بينا نبدا في العمل وهنكون مع بعض، يا رب ينال اعجابكم. دلوقتي خلصنا اهم مرحله، وهي عباره عن التحديد والحفر بالخشب والتسويه والتنعيم،
زي الخطوات اللي شفتوها حضراتكم قبل كده معايا من بداية الفيديو. ودلوقتي ان شاء الله هنبدأ مرحلة التلوين. تعالوا نشوف مع بعض تكون الخطوات عاملة ازاي. العمل ده مختلف شويه عن ملك توت عنخ امون. ملك توت عنخ امون اللي هو القناع اللي عملته في الفيديو السابق، واللي ما شافوش يروح يشوفه هيعرف انا بتكلم عليه. تعالوا مع بعض نشيل البلاستر ونشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي، ويا رب ينال اعجابكم. Thank you.
بعد ما شلنا البلاستر ده الشكل النهائي لعزف الترومبيت. يا رب تكون الخطوات كانت واضحة ونالت إعجابكم، يا رب يكون العمل الفني دوت نال إعجابكم. بشكركم ألف شكر على المتابعة من بداية الفيديو، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم. ألف شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.